الأمر الإداري المرقم 571 في 30/5/2022 لمناقشة أطروحة طالب الدراسات العليا علي محسن علي لدراسة الدكتوراه في قسم علوم الحياة في كلية العلوم عن أطروحته الموسومة الإمراضية الجزيئية لإشريشة القولون المنتصفة الغازية المعزولة محليا من أمراض التهاب الأمعاء الساعة 9 صباحا من يوم الأحد الموافق 19/6 وأجريت اللجنة مناقشة علنية للطالب المذكور وأخذت اللجنة بنظر الاعتبار الجهود المبذولة من قبل الطالب باستخدامه المراجع ودفاعه عن أطروحته وأسلوب بحثه والنتائج التي توصل إليها وعليه قررت اللجنة استنادا إلى الفقرات 4 و5 و6 و7 من المادة 72 من تعليمات الدراسات العليا ما يلي قبول الأطروحة بتقدير امتياز. بعد إجراء التعديلات المنصوص عليها في الاستمارة المرفقة خلال 30 يوما ويتم تكليف عضو اللجنة الدكتور علي حيدر عبد الهادي لمتابعة التعديلات وقد أجري تغيير في عنوان الأطروحة فأصبح التحري الجزيئي والتنميط الوراثي لبكتيريا الإشريشية القولونية المنتصفة الغازية غير النمطية المتعلقة بأمراض التهاب الأمعاء.